بعد ما طرد من بيت الله عاش يم البيوت القريبة على المسجد، وجاء به إلى القناة أحد أصحاب البيوت الذي كان يسكن معه. شلون الصحة؟ إن شاء الله هي تمام. والله العظيم الله يطول لي بعمرك. خير، شنو اللي صار وياك حجي؟ بين السماء والطارق. ليش؟ الله قلت لك لا عند أحد، لا سكن، هذا طردوني للأسف. والله والله للأسف. أخوك دمك ونعمك يسألك بالزرع بيدك يصيب، لكن بجلدك ما يصيب. والله صح، جرح بالإيد يطيب وجرح بالقلب ما يطيب. إيه؟ بجلد طلع عليك من البيت غير بنفسك. حجي الله يطول لي بعمرك، انت اول شيء وين كنت؟ شنو شغلك؟ اولاد عندك؟ متزوج؟ متزوج بالتسعينات. اي جابت بطني راح ولك بدوى صارت مشاكل انا شابتي طلعوا صاروا كذا. بالنسبة لدورة امري اي بين حال وبين مال، والله بين السماء والطارق. يعني انت نايم تزوجت ما صار عندك اولاد؟ لا اثبت من روح لك بدوه. يعني ما عندك اولاد؟ ماتوا؟ ما عندي، ماتوا. طارق دورت امري خلاص مع الله. طيب وين كنت عايش؟ يم اهلك؟ لا والله اقول لك انت طردون من اول بدايه من السبعينات. اهلك طردوك؟ اي أنا بنفسك خدمة عسكرية، عسكرية رجعت على ذاك الوقت بعد من الملاعين عشاك عشاء الوجوه الطيبة تبدلت في الوقت هذا. ذاك الوقت كنا متاعين قاعدين أكل وما كان نقعد نقعد، لكن أستلم تبدلنا بين السماء والطاقة. وين عشت هاي الفترة كلها؟ أنت من السبعينات هلا قالوا لك ورا ما انفصلت أنت من زوجتك، انت من انفصلت من زوجتك وين كنت قاعد؟ قاعد ببيت لو قاعد ويا اهلك لو عزلت؟ هم طردوني كذا طردوني وياك يعني وين ما اروح؟ اشتغل ما حد يخلي عشان قوي شويه. تمام، انت ايش تصير منه؟ انا رجال غريب. تمام، هذا جاي يمنا لقيت بالحديقه نايم قلت له امشي يمي تفضل. والنعم منك. والنعم منك. قابل احنا شنو مو اسلام؟ والنعم منك. قلت له قوم وياي. اخذته؟ اي اخذته وياي. بيا منطقه هذا الحجي صار؟ ناحيه الرشيد. باليوسفيه. باليوسفيه؟ اي باليوسفيه ناحيه الرشيد. وليش نايم بالحديقه؟ خلاف هو كان بالجامع مؤذن. اي نعم. اها. اي انت بس فهمني، هو ورا ما تزوج وانفصل من زوجته. اي ورا ما انفصل من زوجته رجع لاهله؟ لا ما رجع. قالوا لك روح. قال وين عشت هاي الفتره كلها انت من السبعينات مو؟ من السبعينات لحد هاي اللحظة، احنا ب 2021. متنقل مكان حجاكم ايش الوجوه الطيبة من ستبد. لا حشاك حجي. اجيت فيك ما مرة هنا مرة هنا مرة هنا. على والله. عندك اخوان؟ اخوان ايش؟ اقول لك انا قلت لك الجرح بيدك ما يطيب لكن بالقلب ما يطيب. كم اخ عندك؟ كنت لو ما يطلع فيها كذا كنت لو ولا يوم ايش كنت خبير شرف الصغر ونمحوه راح انت شرد وكتل كتل طار بيام طار بيام. يعني انت اخوتك كلهم ميتين؟ اي نعم بالطائفية. ونعم بالله ونعم بالله. وانا ما عندي خير. وليش تكتلوا خطية؟ من الله شرف من اخوك من دمك والعمك يقول لك كذا كذا منك ما يجيك ولا اشترقتك وهي خلقة الله يعيب على خلقة الله وهو كافر. رحت اشتغلت بالجامع؟ اي مو هذا الجامع. ايش وداك لهذا الجامع انت؟ ناس ودوك عليه؟ اي نعم. ايش قد بقيت بالجامع؟ من واحد لواحد. طيب هو جامع بيت الله صح؟ بيت الله اي. صار لك ايش قد بالجامع؟ صار لي سنة بعد الجامعة.
سنة بالجامع؟ اي نعم. شو تسوي بالجامع؟ مؤذن. تأذن وتنام، وأكلك وشربك منين؟ والله ناس الخيرين من نعم الله. منطقة ريفية. اي. وبها جامع صادقين. هو يجيبوا له المتبرعين، جماعة العرب هم أفضالهم كثيرة عليه. والله ما لك يمين عليه. متمكنين. صار مؤذن بالجامع سنة كاملة. اي. طيب. جاي أذن على حب الله وجامع مم. بيت الله هو لا راجل ما طوك لا يطوك فلوس لا شيء لله. طيب لله. ليش من طردك؟ واحد من يوسفية خطيب جامع طردني قال لي بعد ما تفيدنا بعد ليش؟ قلت ليش؟ قال لي كذا وكذا منك خطيب الجامع؟ اي قلت له عشان خطيب جامع والشيخ المصلي والمؤذن عاد يعني احترامكم احترموا الله ثم الله يرحمه ارحم السماء في الارض لكن من يطبق يا اخوي وهذا الخطيب ما جامع جامع مالتهم مالته لو شنو؟ هو على اساس موظف من على وقاف عليه على يا وقف؟ وقف السني وقف السني هو موظف عليه؟ اي ويجي طرد المؤذن ايه هو مو رسمي ما اعرف أيه. والله اعرف أيه. طيب وموعدهم مؤذن رسمي يستلم راتب وهالتفاصيل ما لا لا حتى اوضح للناس المؤذن الرسمي الاوقاف لو وقف الشيعه ووقف السني منه يكون اكو جامع فيوظف المؤذن يعطي راتب الخطيب يعطي راتب الحارس يعطي راتب من المسلمين يجمعوا لي على مدى البقاء مو موظف بس هو يعني جاي يخدمهم أيه. ما عندهم موظف رسمي مؤذن أيه. نعم. اثنين انه هو بيت الله نعم. يعني واحد من بيت الله سبحانه وين تروح بعد شفته وين من بيت الله طلعوك وجامع هو لا بي ناس لا بي احد وقت المصلين يجون والله انا بين السماء والطارق واي ظروفي اوله واخره لكن احنا لو نطبق كرم الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب لنا العمل هذا طيب هناك للمنطقة جزاها الله خير الأخ الله يوفقه بارك فيك أكيد أنهم تعلموا على صوتك يقعدون الصبح على صوتك ويصلون والله المغربية كان عندهم موقف مثلا ما راحوا أنه هذا الجامع يمثل المنطقة وخمسة صلوات قائمة قلبوا التليفونات علي بالبيت أي أي وين أحمد وين أحمد وين أحمد وين أحمد رايدين جيبه وتعال بس يقول أنا ما أروح يقول ما طول طردوني بعد لا اروح للجامع مال الله مال بيت الله ولا هم يحزنون الله ودوني العلي عذاب الله اي والله هو ابو الايتام هو ابو الشين مع البقاء بدع الله هجاني ابنك وعلى راسي والله وما يكون خاطرك الا طيب بس للاسف حاج والله للاسف اي والله للاسف حالي يكون خاطرك انه طيب من اليابان هذا كل انا اعالج لك اياها كل انا اسوي لك اياها قربوا القانون البديق قطع النظر مفاصل الكلام من واجد سامي قال جوج على نفسه قوم امشي طردوت لكبر سنه لكبر سنه لكبر سنه طيب اوكي كبر سنه مو شنو قبره يلعبون بالاولمبيه بعد شنو بعد ما يقدر يسيطر لما ياذن انت كان اذانك بمشكله من تاذن؟ لا والله هسه التسجيل وين التسجيل؟ ايه صوته كلش حلو رهيب لا بس ما ادري يا ابن عمي وهذا تعرف هاي نفرض ما يخالف يعني هاي رساله طبعا للكل احنا نفرض ما يخالف يعني كبر سنه تمام وبعد ما يقدر انه هو ياذن مثلا طيب يا اخي مو هذا بيت الله والنعم بالله ايه نعم يعني ما يصير انه يقعدون شخص بهذا المكان انه بس يحمي لا عنده راتب لجي يجيبوا له اكل طيب هذا الخطيب اللي طردك شلون يريد يصلح الناس باكر عقبه يجتمع او مثلا تكون عنده خطبه مهمه شلون راح يقدر هو يصلح الناس شلون راح يشجع مثلا على حب الاخرين شلون يشجع مثلا حب الابن للاب والعكس الناس تلتجئ له تلتجئ له بالزايده والناقصه، تلتجئ له بامور دينيه، بامور فقهيه، بامور شرعيه. صحيح. تلتجئ ياخذون منه الموعظه والحكمه. نعم. صح؟ صح. طيب
اثنين من راح يكون عنده فد خطبه معينه، وانتم تقولون احنا في منطقه ريفيه، نعم. اغلب الناس هناك ربما يكون الطبقه الثقافيه متوسطه، نعم. فعندهم الخطيب الجامع يكون هو المرشد الاول والاساسي لهم، يعلمهم، يثقفهم، يعلم الابن على حب ابوه، نعم. يعلم الاب احترام الابن، نعم. وغيرها من الامور. طيب، نعم. اذا هذا الشخص اجى وطردك من الجامع ويعرف ان انت مقطوع من شجره وما عندك احد، ما ادري بس يعني انت مثلا لولا ابو من؟ ابو من؟ اي ابو فراس. لولا ابو فراس كان ستنايم بالحديقه بهاي الشمس الحاره، صح؟ لا اكل ولا شرب ولا مي ولا دواء ولا، يعني هو هذا الدين؟ والله يا اخوي لو عندنا دين صحيح كان ما صار بينا هالعملات. وهاي الجبايب وياه منا ومنا خذ الله العالم، هذا تغير هذا راجعنا قبل. حج هاي سهل ان شاء الله يا رب يكون خاطره كله طيب. هاي الامور راح اوديك ان شاء الله يا رب للدار، عندنا طبيب خفر وعندنا تعاون ويا عده مستشفيات، راح نسوي لك فحوصات عامة، نشوف شنو الإشكال اللي عندك، العملية هذه تستوجب ما تستوجب صحته، وما يكون خاطرك إلا طيب. ورد الله يوفقك يا أبو فراس. يعزك. إي بالله. ويوفق كل طبعا هاي المنطقة اللي بالويسوية الطيبة، هذه المنطقة الحبيبة. منطقة عشارية، يعني واحد يحتضن واحد، يا ابن عمي قابل يمن خلية قلبت. مو؟ إي. بالعكس كلكم طيب وفخر ودواوين ومضايف. إي والله صح. يعني اليوم شخص مقطوع من شجره، نعم. والمنطقه تعرف انه هو ما عنده احد، ايه. لا عنده اخ ولا ام ولا ابن ولا احد ولا بيت، نعم. واجى اخذ مكان اللي هو سموه احنا مكان عام لكل المسلمين، ايه، بيت الله، لان هو بيت الله سبحانه، نعم. وتعالى هذا المكان اجى قعد به حتى يستر به شيباته ويستر به حالته ويحمي من البرد ويحمي من الحار. هل يجوز وهل الله سبحانه وتعالى يرضى انه شخص يطرد من بيته؟ يرضى الله؟ جريمة هاي عند الله سبحانه وتعالى، صح؟ أيوة. انا هذا سؤالي، اي يرضى الله؟ لا والله، هذا الكريم العطوف نعطانا عقل وفهم وعلم، بس للاسف. يلا حاج خلاص ننسى، انت ايش بعد ما تزوجت؟ والله شوي صدق والله؟ ونزوجك؟ شو تقول؟ انت تتزوج وصير زين، مو؟ مو حجي له لا؟ والله عليك ان شاء الله يا ربي، الله يكرمك، ويجوك اربع توم، ايه؟ جهال، الله يكرمك. شو تسميهم الاربعه ذولي؟ والله علاوي على اسمك. الله يوفقك والله. والثاني حسين. والثالث فراس. فراس والله خير. ومسلم. انت شو راح يجوك كلهم ولد؟ لا والله الرزق يم الله، الرزق يم الله، الرزق الحي ما يموت. اي والله ان شاء الله حجي من الله هو ارحم الراحمين. اريد الله يوفقك ويستر علينا ويدفع عنا هذا البلاء. امين يا رب. امين يا رب. والله الدنيا واقفه بيكم، واقفه بدعائكم والله. والله يا رب. والله واقفه بدعائكم وبيكم. يلا باذن الله.